ولكن دائما بنحب ناخذ تفاصيل اكثر من المصدر. ومن محمد يعقوب، يسعد صباحك محمد. صباح الخير. يعني محمد، هيك حابين تضعنا بالصوره بما يخص تفاصيل درجات الحراره لليوم والايام القليله المقبله. نعم، صباح الخير لكم في الاستوديو، صباح الخير صباح للاخوه النور. المشاهدين. اليوم يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحراره نتيجه تاثر المملكه بكتله هوائيه دافئه قادمه من شرق افريقيا. هاي الكتلة في مقدمة منخفض جوي يتمركز حاليا شمال ليبيا. راح تعمل على ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، درجات الحرارة تتجاوز معدلات بحدود 8 درجات مئوية. نعم. العظمى المتوقعة في العاصمة عمان نهار اليوم بحدود 21-22 درجة مئوية، فبنتكلم عن أجواء شبه ربيعية. مناطق المملكة الأخرى مثل المرتفعات ممكن 17-18 درجة مئوية. نعم. مناطق الأغوار العقبة درجات حرارة مرتفعة أقرب للصيفية ممكن تصل 27-28 درجة مئوية. الرياح راح تكون جنوبيه شرقيه تتحول لجنوبيه غربيه، راح تنشط في ساعات بعد الظهر المساء، ممكن تعمل على اثاره الغبار وتتحول الاجواء لمغبره في مختلف مناطق المملكه خلال ساعات المساء والليل القادمه. درجات الحراره خلال ساعات الليل القادمه ايضا راح تكون اجواء دافئه، راح نشوف درجات حراره صغرى اعلى من الايام الماضيه بشكل واضح. الصغرى ممكن ما تنزل عن 10 درجات مئويه في العاصمه عمان، مع استمرار الاجواء المغبره بشكل عام، رياح جنوبيه غربيه تكون نشطه في السرعه. غدا الثلاثاء ان شاء الله متوقع انه تتاثر المملكه ببقايا الكتله الهوائيه البارده المؤثره على منطقه ليبيا. راح تنخفض درجات الحراره، ترجع لمعدلاتها مره اخرى، اجواء بارده نسبيا غائمه جزئيا. فرصه لضعيف لزخات خفيفه من المطر في شمال المملكه، درجه الحراره المتوقعه في العاصمه عمان غدا 14-15 درجه مئويه مع رياح جنوبيه غربيه الى غربيه نشطه، ممكن في ساعات المساء والليل انها تصبح نشطه مع حبات قويه احيانا. ايضا استمرار للاجواء المغبره في مختلف مناطق المملكه. استاذ محمد، متوقع في ساعات ليله الغد الثلاثاء على الاربعاء نتيجه اندفاع رياح بارده عبر شرق اوروبا باتجاه منطقه الشرق المتوسط انه يتشكل منخفض جوي جديد حول جزيره قبرص. راح تندفع هاي الكتله الهوائيه البارده خلف هذا المنخفض الجوي، راح يبدا المرتفع الجوي ان شاء الله مع ساعات فجر وصباح يوم الاربعاء، بحيث انه راح تتحول الاجواء مع ساعات فجر وصباح يوم الاربعاء الى غائمه جزئيا وغائمه. تبدا هطول الامطار في شمال المملكه، انخفاض ملموس في درجات الحراره. الرياح راح تصبح غربيه نشطه مع حبات قويه احيانا. فعندنا يوم الاربعاء ان شاء الله اجواء ماطره بدءا من شمال المملكه، تمتد خلال ساعات النهار الى المناطق الوسطى ولاحقا مع ساعات المساء والليل الى المنطقه الجنوبيه. الامطار بتكون غزيره احيانا مصحوب العواصف الرعديه زخات البرد. اضافه لموضوع الرياح العاصفه المتوقعه ممكن تصل سرعه الهبات في بعض المناطق 70-80 كيلومتر بالساعه. إضافة للأجواء المغبرة في بقية المناطق التي لم تشهد هطول أمطار خلال يوم الأربعاء مثل المناطق الشرقية والصحراوية من المملكة. نعم. يوم الخميس مزيد من الهواء البارد باتجاه المملكة، يتعمق المنخفض الجوي، تصبح الفعالية متوسطة إلى عالية، أجواء غائمة أجواء غائمة باردة ماطرة في مختلف مناطق المملكة إن شاء الله، الأمطار تكون غزيرة أحيانا، رياح قوية ممكن تتجاوز 80 كيلومتر بالساعة في بعض المناطق. اضافه لموضوع تساقط زخات البرد، بنحذر من خطر السيول يوم الخميس تحديدا نظرا لغزات الامطار المتوقعه. مع ساعات مساء يوم الخميس ان شاء الله متوقع انه تندفع جبهه هوائيه جديده في ساعات الليل تقريبا، ممكن تعمل على توفر فرصه تساقط ثلوج على المرتفعات الجبليه، راح نتكلم عنها في التفاصيل لاحقا. درجات الحراره يوم الاربعاء ان شاء الله راح تنخفض في العاصمه عمان بحدود 8-9 درجات مئويه، الخميس 7 درجات مئويه، مزيد من الانخفاض مثل ما حكينا ليله الخميس على الجمعه. ان شاء الله الامطار الغزيره راح تكون حاضره، اضافه لموضوع الثلوج راح نحدد موضوع الثلوج والارتفاعات في نشرات لاحقه، لا تزال الخرائط متغيره بهذا الموضوع. فممكن انه حاليا نحكي انه لغايه ال 1000 متر في ثلوج، ممكن انه تتغير سواء للافضل او للاسوء. في تراكمات ولا فقط هطول للثلوج استاذ محمد؟ ما سمعت. والله راح يكون في تراكمات ولا فقط هطول للثلوج؟ والله حاليا صعب احدد لك موضوع أوكي. التراكم. نعم. الخرائط جدا متغيره بموضوع تساقط الثلوج. طبعا احنا سبق وحكينا موضوع التبريد القطبي في المملكه. نعم. اخر منطقه بصلها التبريد القطبي هي المملكه، فبتكون أوكي. على اطراف الهواء القطبي. تمام. فتغييرات بسيطه بتغير موضوع تساقط الثلوج بشكل واضح على المملكه. نعم. حاليا ممكن نحكي مناطق ال 1000 متر ضمن موضوع تساقط الثلوج. التغييرات المتوقعه على الخرائط ان شاء الله انها تتحسن، ممكن مناطق دون الالف تدخل حسب تساقط الثلوج، فراح نتكلم عنها احنا ان شاء الله خلال النشرات اللاحقه. ان شاء الله. لكن بالمجمل منخفض جوي خلينا نسميه متوسط لقوي، امطار غزيره في مختلف مناطق المملكه ان شاء الله، اجواء بارده عاصفه من ناحيه الرياح، موضوع الثلوج ان شاء الله انه يتحسن في التحديثات القادمه
ونشوف موضوع اتصال الثلوج على مناطق اوسع من المملكه باذن الله. ان شاء الله. المنخفض الجوي كتاثير عام راح يستمر معنا حتى يومي السبت والاحد، فان شاء الله هو منخفض. احنا سبق تكلمنا عنه انه منخفض ممكن يكون قوي على المملكه طويل كمان، الحمد لله بلش يعني على الخرائط انه خلص بده يصير ارض واقع ان شاء الله، انه محمل بكميات امطار كبيره على مختلف مناطق المملكه، مناطق شمال وسط المملكه في الوقت الحالي ممكن واصله من المعدل العام تقريبا 90%، خلينا نحكي بعد المنخفض متوقع انه تكون تجاوزت المعدلات العامه، سكرت موسمها وتجاوزت باذن الله، وان شاء الله انه موسم الخير مستمر معنا، الاشارات ممتازه لبقيه شهر اذار باذن الله، ان شاء الله امطار خير وبركه على جميع مناطق المملكه باذن الله. ان شاء الله. يعني محمد بدنا نشكرك ونشكر كل القائمين على مينا ويذر، دائما بتحطونا بالصوره اول باول، شكرا جزيلا لك. العفو. خلينا ننتقل الان مشاهدينا لفاصل قصير ومن بعدها مكملين معكم بثاني استضافاتنا لليوم. نظموا الحمل بتخففوا الحمل.